والآن السطر رقم 13، سنقوم بأحد عشر حشو واحد تزايد لنهاية السطر، والعدد النهائي للغرز سيكون 78. نبدأ مع بعض. إذا قلنا أحد عشر حشو، والآن واحد تزايد. نواصل بنفس النسق لنهاية السطر ثم نعود. والآن السطر رقم 14، سنقوم باثنى عشر حشو واحد تزايد لنهاية السطر، والعدد النهائي للغرز سيكون 84. نبدأ مع بعض. إذا اثنى عشر حشو، ثم واحد تزايد. نواصل بنفس النسق لنهاية السطر ثم نعود. الآن السطر رقم 15، إذا سنقوم بواحد وثلاثون غرزة حشو. وهذه 31. لنكمل الغرزة وسنقوم بتغيير اللون، سنأخذ اللون الأفتح ونكمل الغرزة به هكذا، ومن ثم سنواصل 22 غرزة حشو وسنشتغل على هذا الخيط حتى لا نقوم بقطعه في كل مرة، سنشتغل فوقه. إذن باللون الفاتح سنقوم ب 22 غرزة. كما قلت نشتغل على هذا الخيط الغامق. وهذه الغرزة 22، لنكملها ونعود للخيط الغامق هكذا ونكمل الغرزة، ثم سنشتغل على اللون الفاتح. هنا تبقى لدي من هذه الجهة 31 غرزة حشو سنشتغلها باللون الغامق، كما قلت نشتغل فوق اللون الفاتح. وهذه آخر غرزة. السطر الموالي رقم 16، إذن سنقوم بثلاثون غرزة باللون الغامق.
وهذه رقم 30 لنكملها لنقوم بتغيير اللون. نأخذ اللون الثاني ونكمل الغرزة. ثم سيكون لدي 24 غرزة باللون الفاتح. نشتغل دائما فوق الخيط من اللون المغاير. لاحظوا، وهذه الغرزة رقم 24 لنكملها ونقوم بتغيير اللون. هنا سيتبقى لدي 30 غرزة. والآن السطر الموالي رقم 17 سنقوم ب 29 غرزة حشو من اللون الغامق. وهذه الغرزة 29 لنكملها لنغير اللون. الآن سنقوم ب 26 غرزة من اللون الفاتح. وهذه الغرزة رقم 26 لنكملها ونغير اللون. ومن ثم سيتبقى لدي 29 غرزة سنكملها باللون الغامق. السطر رقم 18، إذا سنقوم ب 28 غرزة حشو باللون الغامق. وهذه رقم 28 لنكملها ونقوم بتغيير الخيط كالمعتاد. سنشتغل 28 غرزة باللون الفاتح.